رجعنا للمعضلة السنوية مع رمضان والعالم كلها تشيل هم على شنو ما أدري. خلنا نبدأ بالفيديو عمي. السلام عليكم شباب فرقة ديوكم AKA Scorpion. واليوم عندنا فيديو رمضان. أنا كل سنة أسوي فيديو عن رمضان، فهاي السنة قلت خلي أسويها أسئلة وأجوبة مكان ما نحكي إحنا يومية بنفس الشغلات. فكل الأمور من ناحية إيش وقت تتمرن قبل الفطور، بعد الفطور، شلون إذا تتمرن قبل الفطور تخسر عضل، لا الغذاء مالتك، التمرين شلون يكون، كل هاي الشغلات أنا حاجي بها بالفيديوين السابقات. فأول فيديو هو هذا، روح شوفه حتى تعرف كل هاي الامور. اليوم بس اخذ الاسئله المختلفه. فقد يصير انا اشوف رمضان، اكيد يصير عادي، ليش لا؟ سكوربين صحيح اذا تتمرن عضله واحده برمضان يضر لو لا؟ لا ما يضر، تقدر تتمرن عضله واحده برمضان، لكن اعرف بانه انت قبل رمضان كنت تمشي على نمط معين، فليش هسه تجي تغير هذا الشيء وتسوي شيء جديد كلش على جسمك؟ ابقى على نفس اللي انت كنت تسوي. شلون راح اضخم ادخل اكثر من احتياجي اليومي بالوقت القصير قبل الامساك؟ وشلون راح اتمرن ورا الفطور؟ لان اتوقع ما عندي اي طاقه من افطر انتهي صراحة. بالنسبة للطاقة شلون تجيكم ما اعرف شنو، احنا حكيناه هذا بالفيديو السابق، فهذا الفيديو الثاني همين اروح اشوفوه حتى تعرفون. بالنسبة انه شلون تدخل احتياجك اليومي بالوقت القصير قبل الامساك، اللي تسويه واللي انصح بيه اني هو لا تدخل نفسك على الفطور. من تجي انت تفطر انت ما يجوع، صار لك قرن تنتظر الاكل، لا تفطر وتاكل هواي بحيث معدتك تنسد، بقي شوية مجال بمعدتك حتى من هنا لساعة لساعتين همين الجوع تاكل لك وجبة لخة، وهمين من تاكل الوجبة الثانية بقي مجال قليل بمعدتك، وهكذا حتى تقدر تدخلك على الأقل فد 4 وجبات. يعني إذا أنت بالعراق فطار دي يكون خلينا نقول ساعة 7 وجبة، 9 وجبة، 11 وجبة، بالوحدة وجبة، تنام تقعد ساعة 3 يدخل لك وجبة إضافية، 5 وجبات تكون أنت فول الفول. عادي أتمرن ورا السحور؟ أنا صراحة ما أفضلها، لأنه استغل هاي الفترة المفروض تكون نايم بها مرتاح، أكو قسم يتمرنون ورا السحور، فكيفك تريد تسويها تريد، لا أنا يعني ما أفضلها. فقد ليش أخذون بروتين الكاسين برمضان؟ شو كل واحد يستخدمه والوجبات شلون راح نقسمها؟ بالنسبة للوجبات حكيت بها. بالنسبة للبروتين الكاسين ليش أخذوه برمضان؟ لأنه هو بطيء الامتصاص، فإنه قسم يأخذوه بالسحور، عندي يقول لك إنه بقيني فد 6-8 ساعات يغذي جسمي بالاحماض الامينيه لانه هو بطيء الامتصاص. شلون لك حبيبي فرقد؟ مشتاقين للبث مالتك. سؤال يعني اتمرن قبل الفطور بساعتين يعني بيوم الديدلفت والسكوات، راح نستخدم اوزان نوعا ما عليه صيام ياثر هذا الشيء؟ واذا اثر شنو الحل؟ اسامه، اول شغله بالنسبه للبث انا صح صار لي فتره ما مسوي، ان شاء الله اسوي لكم بث. فيما يخص السكوات والديدلفت، صدقني هذا الموضوع راح يظل عليه جدل هواي، لو قد ما اسوي فيديوهات راح يكون اكو ناس، ومتاكد اني بهذا الفيديو راح يطبون ناس بالتعليقات شلون وقبل الفطور ما يصير وما عندنا وراح يصير هدم وما اعرف شنو، حكينا بهذا الموضوع بعد ما لي واحس ناقش به. الموضوع نفسي ايش قد ما تتخيل هو نفسي اكثر ما هو الموضوع جسدي. انا حاكي هالقصه هواي وراح احكيها مره الاخرى. اول مره كسرت وزن ديدليفت 180 كيلو كان يوم رمضان، وكان قبل الفطور بساعة، فصدقني ما يأثر عليك. أرجع وأقول لك أنت القوة اللي صار لك تبني بيها سنين أنت تتمرن، تالتها راح تضيع. والله شنو أنت ما ماكل يوم واحد زين؟ تفكر أنت بهذا الشيء إذا في يوم، خلينا نقول يوم من الأيام أنت طالع من الصبح والتهيت ما أكلت وجباتك هواية وراح تمرنت المغرب، تفكر تقول ها شلون ما راح أقدر أني اليوم ما ماكل؟ لا ما تفكر بهذا الموضوع، بس لأنه إحنا عندنا رمضان، إذا قبل صارت ببالك بعقلك صارت أنا ضعيف إذا ما راح أقدر أتعامل بنفس الأوزان، فتعامل بنفس الأوزان وصدقني صدقني إذا عملت بعقلك إنه ما راح يأثر عليك هذا الشيء ما راح يأثر عليك. حبيبي سكوربين، إذا حافظت على السعرات والماكروز بس التمرين قلت الشدة مالته، يعني أنا أتمرن حاليا 5 أيام كل يوم عضلة، إذا غيرتها وسويت التمرين دفع راحة سحب راحة رجل راحة وأكرر هذا الشيء راح يرحم ويصير نزول بالجسم وحياتي تحياتي يا غالي. اول شغله بالنسبه انت اذا تقول انت اوريدي حافظت على السعرات واكلك ده يبقى نفسه، فليش تقلل شده التمرين؟ هي المعضله العظمى من رمضان انه الناس حايره بالغذاء مالته، انه ما راح تقدر تحافظ على الغذاء، فاذا انت تقدر تحافظ على الغذاء ليش تقلل شده التمرين؟ اذا قللت التمرين مالتك اكيد راح تخسر عضلات، اكيد راح تمرينك ما يكون، عضلاتك ما راح تكون من نفس خلينا نقول الفولنس، لانه انت تمرينك تاثر، فما دامك بدك تحافظ على الغذاء خلاص استمر.
مرحبا فرقة، سؤالي إذا وجبة الفطور كانت وجبة كبيرة ثقيلة راح تحتاج وقت أطول بالهضم، يعني لازم تمرن بعد 3 ساعات من الفطور كحد أدنى بين ما تنهضم الوجبة. هذا اللي أنا يعني دا أقصده بأنه لا تأكل وجبة كلش ثقيلة بحيث تنام على بطنك وتأثر عليك أنت. من أنا 3 ساعات يلا تقدر تأكل وجبة لخة، وأصلا من جد تأكل 3 ساعات راح تروح تتمرن، فساعة ساعتين هاي 5 ساعات أنت طارت من عندك والله شنو، لأنه دا تتمرن بعد الفطور ودا تأكل دا تسخن نفسك بالفطور. ارجع واعيدها، تقسيم الوجبات اللي انا اسويه واللي انصح به، وجبة الفطور تاكل لك فتشي تبقي بمعدتك تبقى نوعا ما شويه جوعان وتخلص تقوم، ورا ساعتين تاكل لك وجبه الاخرى، ورا ساعتين تاكل لك وجبه الاخرى، وهكذا لين تخلص عدد ساعات الافطار مالتك. اذا انتم بالعراق انا هذا اللي كنت اسويه، كنت ادخل 5 وجبات، 5 وجبات ادخلها برمضان، مره من المرات عدد 5 إلى 7 كيلوات انا برمضان فخمت. منور قائدنا، سؤالي انه اذا مدى اوفر احتياجي من البروتين كامل جسمي ما يبني، يعني اذا اكل اقل من احتياجي فد 40 غرام، اذا دا تشوف انه انت احتياجك دا يكون اقل ب 40 غرام اللي تقدر توفره من الغذاء، اللي تقدر تسويه انه هسه يجي دور المكمل، تاخذ لك مكمل مثل هاجر واي بي 30 غرام بروتين تاخذ، تكون انت كلش تمام. فهذا اللي تسوي. صفة الانسان نسبة الدهون بجسمي 25%، ايش قد اقدر اصوم على نظام الكيتو دايت؟ اريد انا اشوف موضوع الكيتو دايت، راح اسوي عليه فيديو كامل لانه المهم ما انصح بيه ابد، لانه انت الصيام انت من دا تصوم انت هذا اوريدي دايت، هو الدايت اللي انت من الفاستنج اللي هو الصيام المتقطع هاي دايت، انه بتجي فوقها تسوي كيتو دايت وانت مبتدئ. انا ابد ما انصح المبتدئ، انا الناس اللي المتقدمه مو كلش انصح بالكيتو دايت، مو عاد يجيني شخص مبتدئ يقول لي اريد اسوي كيتو دايت وفوقها برمضان، فابد ابد ابد ما انصحك. خصوص الكرياتين، طبعا هو يحتاج مي هواية، شلون اقدر اوازن بين السوائل والكرياتين خلال فترة رمضان تعرف الاجواء حارة بالعراق خصوصا بجنوب؟ هذا سؤال كلش حلو. فالتب صغيرونة، ولا راح تشوف انه هي صغيرة بس صدقني راح تسوي لك شغل هواية اذا تنتبه عليها. ما تتوقع اشقد احنا ننطي فد اهمية للعصاير وسوائل اللخة اللي عدل مي برمضان. عندنا هذا بالعراق فد شيء كلش ما اعرف، انا حتى اهلي من الناس اذا مو فد خمس اقل شيء 5 بطالة مال عصاير مختلفه مو قبول، لبن على عصير برتقال بطيخ ما اعرف شنو مانجا وهاي كليتها، والمي خطيه ما حد يجي يمه. اذا تعوف هاي السوائل كليتها وشويه تنتبه على المي راح تشوف نفسك تقدر تشرب مي هواي وتقدر اصلا تبقى على نفس الاحتياج مالتك مال المي. فرق شلون اقدر اتمرن قبل الفطور وانا عندي المي قليل، يعني صار لي 15 ساعه صايم والمي مالتي قليل، اذا راح اتمرن احتمال تصير دوخه وتخربط، شلون اعالج هاي المشكله؟ يا ريت جاوبني شكرا حبيبي. احنا حاكين بهذا الموضوع مال المي والطاقه، انت من شنو بدك تاكل فتره الافطار مالتك لحد الامساك؟ وين راح هذا الاكل غير بعده موجود بجسمك؟ فرق بين انه انت ماكو اكل بجسمك وجسمك ضاربه الجفاف، اذا انت تقول مي قليل بجسمي يعني راح توصل جفاف يعني احتمال تموت، فماكو فشي اسمه جسمي ما بي مي. فرق بين انه انت احساسك بالعطش والجوع وفرق بين انه جسمك صدق ما بي. عدا هذا كله عفوا هذا كليته، اذا اكو شخص دا يقدر يتمرن برمضان قبل الفطور ودا يقدر يسوي نفس التمرين اللي كان يسوي عليه فشنو فرق عنك؟ يعني ساني اني صار لي سنين دا اتمرن قبل الفطور، ما فد يوم اتمرنت بعد الفطور بحياتي، ما فد يوم اتمرنت بعد الفطور، شلون دا اقدر اسويها؟ اني 7؟ لا اني دا اسويها صار لي فتره، اني طليت شوي شوي علمت جسمي علمت جسمي الى ان قدرت انه يكون هذا الموضوع طبيعي عندي. فبالبدايه اكيد طبعا كان الموضوع شوي صعب علي، هسه انا كلش طبيعي ما عندي مشكله، يجي رمضان ما يجي رمضان تمريني يبقى نفسه. اخذوا هاي العقليه ببالكم، ما دام اكو شخص يقدر يسوي هذا الشيء شنو فرقه عني؟ شنو فرقه عني؟ وطبعا ادرك هاي الناس راح تقول لي اه لا ما اعرف شنو اعوف هذا الحكي. المهم بعد ما بيحل اتناقش بهذا الموضوع، شلون اقدر اتحمل ضغط الجيم مع ضغط الصيام؟ بالضبط هذا هسه اللي حكيته، من انت تسويها مره بعد مره مره بعد مره كل موضوع عليك اسهل واسهل واسهل وتتقوى انت. وسكوربين في دول عمرك متابعك قديم وعمري ما شككت معلوماتك لان انت صاحب فضل علي لا العفو. هاي اللعبه والفيديوهات ذني شايفين بوكيتين، بس حسب معلوماتي شلون راح اتمرن قبل الفطور واني جسمي ما بي اي مي ولا كارب طاقة حتى اقدر اتمرن، مو راح يصرف من جسمي ويتغذى على كون الطاقة الوحيدة الموجودة بالجسم وبالتالي راح يخسر عضل لو غلطان اني. يعني مقصد كلامي انه ما يصير تمرين اثناء الصوم الا ورا الفطور، وهاي وجهة نظري، حاب اسمع تعليقك. اكو بالتعليقات شخص قال لك اكو دهون مخزونة بجسمك تنطيك الطاقة للتمرين، فهو رد علي قال له واذا خلصت الدهون زين، واذا خلصت الدهون زين، واذا كان جسمك ناشف بهالحالة شلون؟ الشخص قال له الدهون ما راح تخلص بكم ساعة، وبالسحور هم من لم تدخل دهون تتحول دهون ثلاثية وتصير جلوكوز وتنطيك طاقة حتى لو
بتنشف راح تبقى نسبة الدهون بجسمك ماكو إنسان نسبة الدهن بجسمه صفر. عاشت إيدك أباوة حبيبي. أول شغلة هي أنت بس مجرد دا تسألني سؤال أو دا تقول لي وجهة نظرك، ما أنا دا تشكك بمعلوماتي ولا حتى إذا شككت بمعلوماتي، أني مو مثل الناس اللي يسوون ديسلايك الموجودين بالتعليقات إنه لا العالم كلهم غلطان. صح، شارك وجهة نظرك، أشاركك وجهة نظري، يجوز انت ما تناسبك مو مشكلة احترم رأيك، اوكي؟ فما يحتاج تبرر لي اذا عرضتني او اذا عرضت رأيي. فيما يخص الطاقة ومطاقة وشون انت تقدر تسويها، احنا مثل ما قاعدين حاجين بالفيديوهات هواية، الاكل اللي انت اخذته بالفطور وين راح يروح؟ راح يكون موجود متخزن بجسمك. عدا هذا انت الانسان الجسم البشري ليش يخزن دهن؟ ليش الانسان يخزن دهن؟ احنا قاعدين دهن هي طاقة، صح؟ طاقة مخزونة للمستقبل. ليش يخزنها اذا انت بيوم من انت عندك اكل راح يخزن الزايد اكل يخزن الدهن، ومن يجيك وقت الحاجه يروح يعوف الدهن يروح على العضل. ليش؟ يعني هسه انت حالك حال شخص يشتغل وعنده راتب ويوميا يطلع جزء من هذا الراتب يخزنه، يقول عسى ولعل باكر ينقطع الراتب عندي، خل احفظ بالبنك عندي فلوس. ومن ينقطع الراتب عندك تقول لا ما راح اخذ فلوس اللي انا خازنها، راح اروح اداين. إذن ليش مو أنت مخزن عدل من هاي الفلوس أنت حاطة بالبنك غير الوقت الحاجة؟ فنفس الشيء هذا في مال أنت اللي يصير بجسمك، أنت جسمك ده يخزن دهن ده موجود وده تدخل له غذاء، ليش يعوفه هذا كله يتوي يروح على العضل اللي ظل سنين يبني بيه وتعب وجهد ويومية تمرين أنت ومتحمل آلام وتشنج والأمة محترقة زين حتى تبني هذا العضل اللي هو فشي كلش غالي، يجي هسه يحرقه ويعوف الدهن اللي هو رخيص اللي بس مجرد اكلت زايد وانت قاعد ما تسوي شيء يقدر يتني دهن. وين المنطق بالموضوع؟ زين فيما يخص الشخص الناشف ماكو مثل ما قلت لك الولد، ماكو انسان نسبه الدهون عنده صفر، حتى الشخص الناشف زين هو عنده موجود دهون. واحنا سوينا العام قلت لكم يابا تعالوا نسوي تحدي انا وياكم، واخذنا صور باول يوم من رمضان وصور باخر يوم من رمضان، وشفنا انه هل اكو تغير؟ لا ماكو تغير. هل خساره عضل؟ لا ما خساره عضل. حبيبي فرقد يا ريت تتطرق بالفيديو للناس اللي عايشين بالدول الاسكندنافيه، احنا هنا نفطر الساعه 10 بالليل ونصوم الساعه 2:30، يعني شو وقت اتمرن؟ شو وقت اقدر ادخل وجبات بهذا الوقت الضيق؟ الف شكر مقدما تحياتي. يعني هذا الشخص هنا صدق هذا عنده مشكله، يعني هذا عنده بس 4:30 ياكل بيها، يفطر الساعه 10 بالليل يصوم بالثنتين ونص. طبعا الله يساعدك. اللي النصيحة اللي أقدر أنطيك إياها أبد يعني الناس مثلك أبد ما أنصحهم يتمرن بعد الفطور، لأن أنت أوردي عندك 4 ساعات تضيع نصها على التمرين حرامات، فأنت تعبان أنت عايش بوضع أوردي خلينا نقول وضعية خربانة. تمرن قبل الفطور، مرن قبل الفطور، أول ما خلص تروح تفطر، أنت استوك يعني تعبان من التمرين تروح تنزل على الفطور تفطر وتأكل وكل شيء يكون تمام. اللي تقدر تسويه ارجع اقول لك همين حاول لا تدخل روحك بالفطور حتى يصير لك مجال تاكل بعدين، لكن اكو شغله صغيره تساعدك، الاكلات اللي انت تدخلها جسمك حاول تكون بها سعرات حراريه نوعا ما عاليه حتى تقدر تحافظ على هذا الموضوع. شغله صغيره همين تقدر تسويها تتلعب بها فقط الشهر رمضان، الخضروات والفواكه تاخذ حجم من المعده هوايه لكن ما بها سعرات حراريه هوايه، فهذا من عندهم بيهن المينرالز والفيتامينز اللي راح تساعد صحة جسمك بشكل عام. اللي تقدر تسوي انه تقطع هذا اللي ما تركز عليه انه هواية وتعوضه مثلا مالتي فيتامين، تحاول انه هذا خلينا نقول الحيز اللي راح ياخذ من المعدة بسبب الخضروات تملي بغذاء بسعرات حرارية بكارب بروتين بدهن. الشغلة الثالثة اللي انصحك بها هي مثلا تسوي لك شوفان او مثلا تاخذ لك ماس جينر مثل سيريس ماس مثلا بسعرات حرارية هواية يمكن 1250 سعرة شي كلش حلو. هذا تشربه تريد بالسحور يعني قبل لا تنام تكون انت مدخل لك فوق 1200 سعرة. الشوفان همينة مثلا اني اللي اسويه اجيب الشوفان مي بالخلاط ويا موزاي اقطعه وخلطه مثل السموذي، قسم يخليه ويا عسل قسم يخليه ويا حليب همينة، فهذا تقريبا فوق 80 غرام كارب انت تدخله لجسمك بس مجرد هو شيك شربته ما راح يطول من 5 دقائق. فهيك امور تساعدك هواي انه تدخل اكبر قدر من السعرات الحرارية بوقت ضيق كلش. فعلى العموم اريد اختم بهذا اخر سؤال اللي راح اسويه خلال رمضان، يجوز كل اسبوع او كل 10 ايام نسوينا فد فيديو همين اسئله وجبه حتى نشوف شنو المشاكل اللي دا تواجهوها اثناء الصيام نفسه ونقدر نحكي بيها ونتناقش بيها وبلكي نعالجها. فعلى العموم هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو،
بالمناسبة إذا ما شفتوا الفيديو آخر واحد روحوا شوفوه هذا. روحوا شوفوه فيديو فول. يعني حتى ما راح أقول لكم سوي لايك. روحوا شوفوه. سيا.